نبدأ العودة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندنا هنا الأسانسير، الطابق معانا الدور على 3 شهور، دي شقة جار ودي شقة جار تانية ودي الشقة اللي فيها العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شغل ممتاز، راقي جدا، بول جديد مرخص مسجل في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة. العرض عندنا في الطابق السابع، ناصية ليس الأخير. برج عمارة عبارة عن 9 طوابق. ندخل عندنا هنا الغرف، دي وصلة موتور مياه خاص، وهنا ضغط المياه، معانا أول غرفة نوم 3 متر في 3 متر، الغرفة دي بتطل على الشارع، وعندنا الغرفة الثانية دي أكبر شوية 3 متر في 3 متر ونص، متشطبة كويس جدا. الغرفة دي برضو بتطل على الشارع، الشارع الرئيسي، الخدمات العامة في اسكندرية شاطئ النخل. موقع سكني مميز جدا، والشقة ناصية بالكامل. تشطيب مميز جدا ما شاء الله. وعندنا هنا البلكونة، بتطل على ناصيتين، بجوار الشارع الرئيسي، وكل الخدمات في اسكندرية شاطئ النخيل. فيو رائع ممتاز. معانا تفاصيل الشقة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، العرض عندنا النهاردة من قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، عبارة عن شقة في الطابق السابع، ناصية مميزة، برج جديد مسجل في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومية، وبنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم، والشقة مسجلة شهر عقاري، ناصية مميزة. السكن الدائم في
اللي هي شاطئ النخيل. مساحة الشقة 90 متر صافي، السعر 250,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. وكان معكم أحمد داهمت صاحب قناة صورة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا معنا كمان في القناة ليصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. أشوفكم إن شاء الله في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع صورة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب والبيع والمشتري. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.